من الجمال نروح للابتكار، ومعايا ضيوفي منصف وبلال. مرحبا بكم من كلوب سيلاك. سيلاك يعني الكلوب خاص بالمبتكرين الشباب. مبتكرين خاص من جامعة باب الزوار. خاص بجامعة باب الزوار، الله يبارك. بلال انت يعني أمين العام الأمين العام للنادي، ومنصف مسؤول العلاقات الخارجية. مرحبا بكم معايا. احكوا لي شوية على النادي هذا، وشنو هو نادي سيلاك يعني نعرفوه للمشاهدين. بون، هذا نادي سيلاك، هذا نادي علمي باب الزوار خاص بالطلاب. هذا النادي عنده نشاطات متعددة، من بينها لي فورماسيون، نديرو دي فورماسيون بور لي ستوديون. هاد لي فورماسيون حيكونوا باغ دي بروفيسور، سواء من باب الزوار سواء من خارج باب الزوار، ولا من طلاب اللي عندهم مستوى عالي في مجال المجالات. نديرو تانيك دي زيفانمون دي سورتي بيداغوجيك تانيك، ونبريباري دي كومبيتيسيون ناسيونال، منافسات كما عندنا منافسه ان شاء الله يوم السبت. احنا نتفائلوا يعني بعد. وخاص غير بالطلاب تاع باب الزوار، تاع جامعه باب الزوار. لا، هذه المنافسه راح تكون وطنيه، كاع الطلاب في الجامعات الجزائريه عندهم قدره انهم يتصلوا بينا. هذه المنافسه. نعم. لكن النادي فقط لطلاب جامعه باب الزوار. يعني اللي جميع اللي يستفاد من الخدمات تاعو هما طلبه جامعه باب الزوار. نعم. من جميع التخصصات. نعم، جميع التخصصات من جامعه باب الزوار. ولا الابتكارات هذه بلال يعني تقدر تكون في اي مجال، الكترونيك ولا في مجال البرمجه، في مجال الكترونيك، بالك تكون في الديزاين، في التصاميم، في طباعه ثلاثيه الابعاد. ما نختصوا في جميع المجالات. في جميع المجالات. يمكن نشوفوا تخصصات اللي في باب الزوار، حتى البيولوجيا، هذه الامور كاينه ولا ما عندكمش؟ نعم، هناك طلاب من كليه البيولوجيا داخلين في الكلاب سيلاك ثاني معنا. ثاني معكم، يعني الجميع واحد عنده ميول. نجمعوا كامل لي سبيشاليتي في الكلاب تاعنا. واهم الابتكارات بالك اللي قمتوا بها في الاونه الاخيره بلال، واش تقدر تحكي لنا؟ في الاونه الاخيره عندنا لو بروجي دو ريسيكلاج تاع لو فيلامون، رانا نريكيبيريو لي بوتي دو، رانا نعاودو نريسيكليوهم نخدمو بهم راسكالات بلاستيكيه. راسكالات القارورات البلاستيكيه ونرجعوها كوم ان فيلامون، نقدروا نخدمو به دي بياس 3D. دي بياس داكور، دونك طبيعه 3D، امبريمونت 3D بتمشي، ولا الماده الاوليه تاعها هي القارورات البلاستيكيه. مواد بلاستيكيه فوالا. ودي حاجه جديده بلال. حاجه جديده راهي طوندونس لو موند اونتي دوكا. طبيعه 3D، لكن بالماده الاوليه تاعها تكون الماده الاوليه تاعها الرسكالات تاع القارورات البلاستيكيه. وهذه شاركتوا بها في كاش تظاهره ولا منافسات؟ رانا حابين نشاركوا بها، حابين نقدموها ثاني للوزاره، وزاره التعليم العالي باش يشوفوا لو بروجي تاع لي ستوديون تاعنا. تتلقاو دعم من الوزارات؟ نعم، تلقاو بزاف دعم، خاصة في هذه المسابقة تاع لا روبوتيك ار سي الجيريان روبوت كاب، اللي راه معنا راه تحت الرعاية السامية لوزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة المؤسسات الناشئة والاقتصاد. هذه المنافسة اللي راكم الحين حتكون يوم السبت إن شاء الله. نعم، كما على بالكم هذه المنافسة كانت اون دو فاز. لا بروميير فاز كانت في يوم 27 مارس 2022 بجامعة هواري بومدين، كانت في اربع ولايات من الوطن. كانت تصفيات تتخيروا يعني، كانت في اربع ولايات من الوطن، سكيكدا، ولايه سكيكدا، ولايه سيدي بلعباس، ولايه غردايه، والجزائر في الجزائر العاصمه. الجزائر العاصمه كانت في جامعه باب الزوار. كانت هناك حوالي 80 مشارك في كل الولايات. درنا التصفيات وخرجوا 15 فريق راح يشاركوا معنا يوم 27 اوت 2022 في هنا في الجزائر العاصمه، سي لو جور دو لا فينال. وباش اسكو تشوف يعني اهم الابتكارات ولا اهم الاعمال اللي كانوا مشاركين بها واللي وصلت للنهائي؟ اهم الاعمال هما كانوا دي لا بريمير فاس، كانوا دي تشالنج، ما كانت برمجه فقط، كانت هناك روبوتات مبتكره ديجا، كانت هناك فقط برمجه. لكن الان كاين حاجه لازم نقولوها، الحاجه المليحه اللي دارها كلوب سيلاك فور هاد لي ستوديون لهاد المشاركين، هو انهم وفر لهم كل المواد الاوليه، الماتيريال كامل لسيلو كلوب سيلاك اللي وفر يعني لهم تمويل كامل. من كان عندنا تمويل من طرف شركات كيما سي ام بي يو، كيما بيكا فاير، يعطيهم الصحه.
تما وفرنا لهم لي زيتيديون، بالك كاين لي زيتيديون ما يقدروش يشرو هاد الماتيريال ولا، حنايا وفرنا لهم هاد الماتيريال باش تما عليهم غير يرياليزيو تما الخدمه وبرك عليهم وعلى الخدمه. يعني يخدموا فقط، وفرتوا لهم كل حاجه بارك. وكانوا معكم كما قلت لي يعني الممولين شركه وطنيه معروفه، شركه وطنيه ومعروفه وناشئه ما راهي جديده في الدومين، راهي تعاوننا مام هي حابه تكتسب من الخبرات هاد من الكفاءات تاع الطلاب الجزائريين تاع دوكا. جوستومون يعني منصف راح يكون احتكاك ما بين هاد المبتكرين الشباب وما بين شركات ورؤساء اعمال، شركات يعني معروفه على المستوى الوطني، ويمكن تخلق عندهم مناصب شغل، ويمكن تخلق مناصب شغل، ولا يمكن حتى انهم زعما يكون عندهم مشكل ويلقاو لهم اون سوليسيون الكترونيك. تما كاين بزاف شركات في كوتي ميكانيك هكا كوتي روبوتيك يزرى لهم مشكل تاع كي يشوف من هذه الكفاءات بلي راهم قادرين عليها يقدر يكون عندهم حتى توظيف مباشر من تما. وحتى يمكن نشوفوا اعمالهم اللي حيشاركوا بها تقدر تخرج للنور وتخرج يعني في السوق اذا كانت عندها إذا لقات ممول تاعها ويقدر يدير لها البيزنس بلان تاعها ويبدا التسويق تاعها. احنا الهدف تاعنا كان بوكو بلوس صناعي، تما تخوفي اون سوليسيون اندستريال. وهذا الشيء يعني بالك اللي يحتاج يعني تتبعوا متطلبات السوق الاقتصاديه. نشوفوا واش راهو ناقصنا وحنا نسيون كومبليتيو. كاين هناك مشاكل طرحوها بعض الشركات اللي راهي تمول فينا، تما هما اللي صابوا هاد كيما نقولوا دي بروبليماتيك في الشركه تاعهم، قال لك بوركوا با دوني لا شونس لي زيتيديون الجيريان بور تروفي دي سوليسيون لهاد هاد لي بروبليماتيك. ما كانت لينا الفرصه ننظموا هاد الحدث الجيريان روبوت كامب هنا في الجزائر العاصمه باش بريميرمون يقدروا يشاركوا من مختلف ربع الوطن اللي تمنى مختلف الطلاب يكونوا معنا ويزيدوا يبينوا الكفاءات يعني لجميع الولايات وجميع اعطينا صح يزيدوا يبينوا الكفاءات تاعهم هنا في الجزائر. ويعني اللي يربح ولا الفائزين بهذه المنافسه واش راح يكون؟ راح يقدر يكون عندهم توظيف مباشر في شركات الجزائريه الناشئه الحديثه. عندهم دي شاك تاع انه كيما لو بريمير لا بريمير بلاص راح يكون عنده 15 مليون، دوزيام بلاص راح يكون عنده 10 ملايين، سانكيام بلاص تكون عنده 5 ملايين. ويكون عندهم توظيف مباشر مع الشركات، يعني عندهم احتكاك مع كبريات الشركات والاقتصاديه اللي تقدر تؤدي الى توظيف ولا تعاون في المستقبل. فوالا اكزاكتومون هذه. وبالنسبه للكلوب سيلاك اسكو عنده شارك يعني في منافسات يعني خارجيه خارج الجزائر بالك عالميه؟ خرجنا في منافسه قاريه افريقيه كانت في تونس وين لحقنا المركز الثالث وكان عندنا 100 روبو في لا كومبيتيسيون، شاركوا ممثلين تاع الكلوب تاعنا راح تبيع في تونس. كان الابتكار الروبو هذا عباره عن ماذا؟ الابتكار تاع الروبو هذا كان البي سي بي تاع الديزاين تاعو في الشاسي لا كارت الكترونيك تاعها. لا كارت الكترونيك سي لا يو لا ميور لو ميور بريد على ميور كونسيبسيون الكترونيك. كانوا دي تشالنج في كما قال زميلي منصف في تونس، كانت هناك دي عباره عن روبوت متتبع خط اللي هو كما نقولوا مثال على روبو اندستريال اللي يتبع لو سيركوي. عندنا روبو تو تيران، تسمى روبوت يمشي في جميع المسارات. وكان عندنا روبو فايتر اللي ما قدرناش نشاركوا به بسبب نقص كما نقولوا المواد الاوليه هنا في الجزائر. وتحصلنا كما قال زميلي منصف على المركز الثالث. المركز الثالث و لا ميير كونسيبسيون الكترونيك. وهذه كانت واش من سنه؟ كانت في مارس افريل في افريل في افريل 2022. يعني حاجه جديده. نعم في تونس المسابقه كان اسمها انيما روبوت. يعني الله يبارك عليكم. واسكو راكم يعني كيفاش نقولوا حابين تشاركوا ولا ناويين تشاركوا في تظاهرات اخرى ولا منافسات اخرى على مستوى العالم؟ كاين هناك ان شاء الله مسابقه اوروبوت اللي راح تكون في فرنسا ان شاء الله، راح نسيون نبارتيسيبيو فيها. كاين ثاني مسابقه اخرى في تونس ثاني راح تكون مسابقه اخرى في الروبوتيك على حسب القدرات تاعنا اسكو نقدروا نروحوا ولا لا لا، مي حنا رانا حابين نشاركوا في فرنسا وان شاء الله نلقاو الدعم من الجميع كما لقينا الدعم في المشاركه هذه الاخيره تاع تونس اللي دعمونا بزاف بزاف شركه جامعه باب الزوار. جامعه باب الزوار دعمتكم ونظن من حتى الوزارات كما قلت لي تلقيتوا الدعم منها. لقينا الدعم
اعطينا الدعم. الى احنا تحدثنا على النادي في حد ذاته، وحكينا شويه على النادي، شحال فيه من عضو، الاقسام اللي فيه، يعني كيفاش راكم تتقاسموا المهام بيناتكم؟ بون، هذا النادي اللي جاي في الفاكولتي دي الكترونيك فيه عدد اعضاء يتجاوز 100. بصح هاد الاعضاء احنا نظمناهم في ديبارتمون. ديبارتمون كاين تاع باغ اكزومبل ديبارتمون تكنيك، كاين ديبارتمون تاع ريلاسيون اكسترن، كاين ديبارتمون تاع كومونيكاسيون. كل ديبارتمون واش عنده العفسه اللي راهو مليح فيها ويقدر يساهم فيها في النادي. باغ اكزومبل كاين اللي عندهم مواهب في الديزاين، هذوك الناس راح يشاركوا المواهب تاعهم في الديبارتمون تاعهم وراح ينظموا دي فورماسيون في هذاك الدومين تاعهم. كاين في التكنيك تسمى لي رياليزاسيون الكترونيك وكلش، كاين تانيك انفورماتيك واش عنده علاقه بالبروغراماسيون، وكاين تانيك تاع لي ريلاسيون اكسترن اللي نسيو نشوفوا ننظموا تظاهرات، نسيو نشوفوا لي سبونسور، يكونوا فيه خرجات ميدانيه. ويعني جميع الاعضاء تاع النادي كلهم مبتكرين. اكزاكتلي. كل واحد في مجاله. كيما انت يا منصف، وشنو هو بالك المجال ولا الامور اللي اللي ابتكرتها ديجا؟ انا عضو جديد في هذا الكلوب، ما عنديش بزاف اللي دخلت. وين سحقيت الكلوب هذايا كي كانت عندي الابتكار تاع نهايه المسار الدراسي تاع البروجي تاع لا ليسونس، وكانت عندي اون رياليزاسيون تاع اون ساق اغريكول انتيليجونت. هاد لا رياليزاسيون بون باش تبدا ديرها لازم يكون عندك شويه مساعده، اللي كان الكلوب سي لك تما باش يعاونني. من هذيك شفت كيفاش يحبوا يعاونوك يعطيك من وقتهم، اهتميت اني نكون عضو في هذا الكلوب. انت بلال يعني اسكو كانت عندك ابتكارات ولا شاركت بروبوتات كما نقولوا؟ كانت عندي روبو هيومن فالوين روبوت. هيومن فالوين روبوت هذا سي ان روبو اللي يتبع لاتر هيومان، يتبع الانسان. رانا نشوفوا دوكا كاين دي فاليز، شغل خديت مثال على لا فاليز، لا كروند فاليز هذيك اللي ما نقدروش زعما واحد يقدر يمشيها ولا، راح نكونوا نديروا لها اون باتري، اون كروند باتري اللي تقدر تحمل تما لي موتور هذوك باش تقدر تخليهم يدوروا مليح. لا فاليز هذيك انت كتمشي هي تبعك وحدها تما بلا ما ترفدها نتايا ولا. بون هذه اللي كانت عندي، وكاين عندي ثاني تلاميذ نقريهم ثاني في الدوم في المجال هذا تاع لا روبوتيك. هما اللي راهم يبتكروا دي روبو نيتواير، دي روبو فايتر. كاين تما كاين هناك، وكاين ثاني زملاء في النادي ثاني ابتكروا بزاف حوايج ملح في سيلاك. راح نكملوا حديثنا مع اعضاء كلوب سيلاك المبتكرين الشباب. بلال، كنت منذ قليل قلت لي بلي درس اطفال ولا درس شباب اطفال من اللي يحبوا الابتكار، حكينا على التجربه هذه. عندهم اطفال من 6 سنوات الى 17 سنه. هادو ماشي تابعين للنادي؟ ماشي تابعين للنادي. هذا نشاط ديروا انت يا خارج النادي. الحاجه المليحه انه هذا النشاط هذا تعلمته من النادي، تما كون ماشي النادي سيلاك بالك ما لحقتش لو نيفو هذايا. توجور نعاود نولي كراسا سيلاك اللي راني هو اللي فتح لكم المجال امام هو اللي فتح لنا المجال الابتكار، وبالك الاحتكاك بالناس اللي تحب الابتكار وتعلموا الناس. تحضر اون بيبليك ما تخافش، هذيك كما نقولوا الخوف هذاك اللي يجيك سيرتو كي يكونوا الناس هكذا غاشي تو، مي هذاك كامل تنحى. فوالا سي كراسا لو كلوب سيلاك يعطيهم الصحه، مام تسمى ليكيب اللي كانوا مقبل. ونوجه تحيه للاخ ابراهيم خضراوي اللي راهو في ابو ظبي، ربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. سي كراسا لوي اللي تانتيغريت مليح في سيلاك. كما قلت لك عندي اطفال نقريهم من 6 سنوات، اطفال من 6 سنوات الى 17 سنه. الحمد لله افتكينا المرتبه الثانيه، عندي زوج تفريقين احتلوا المرتبه الثانيه في المسابقه العالميه في كوريا الجنوبيه. وعندنا مركز ثالث مع هاد الاطفال. نعم، اطفال تتراوح اعمارهم 11 سنه، هذو ما افتكوا المرتبه الثالثه برونز في المسابقه العالميه في كوريا الجنوبيه. وعندي ثاني فريقين تحصلوا على المركز الثاني اللي هي الميداليه الفضيه، اطفال تتراوح اعمارهم من 13 الى 15 سنه، وكاين اطفال من 7 سنوات الى 8 سنوات في تكون المرتبه الثانيه ثاني. يعني شوف اطفال صغار وعندهم اهتمام بعالم الابتكار. نعم، هذه حاجه تفرح، وكما نقولوا هما المستقبل تاع الجزائر. اكيد اكيد. ويعني كيفاش تشوف انت هاد الشباب الصغير هذايا، كيفاش حتى تجذبهم ولا بالك يكون ديجا عندهم هذاك حب الابتكار؟ اللي كاين اولياء شافوا ولادهم من الصغر يحبوا كما نقولوا يحبوا الخيوط، يحبوا الخناتش هذوما،
تما قال لك علاش علاش لا لا فيكو كاين كما نقولوا حاجه جديده جات للجزائر اللي هي لو دوموند لا روبوتيك، علاش ما نعطولهمش الفرصه بالك يكونوا كما نقولوا هما المستقبل، هما اللي راح في دور الجزائر ان شاء الله. يعني شوف يعني لاي مدى الدور تاع تاع الاولياء مهم في هذا هذا الشيء، يعني هما اللي يراقبوا ابنائهم، هما اللي لاحظوا فيهم هذا الشغف والحب تاع تاع الابتكار، وهما اللي يوجهوهم لهذاك الشيء. اكزاكتومون سي سا سي توجور توجور ميم لي بارون راهم يسويفيوهم يعطوا لهم دي كونساي، قال لي يا ودي شغل عندكم قرايه الروبوتيك سبور ايتو، تما هذا لازم تكون كما نقولوا حياتهم منظمه من الصغر ديجا باش واطفال كيما هادو يعني واش يقدروا يبتكروا امور تاع الكترونيك ولا هما دو بور لانستون كيما نقولوا راهم مبتدئين مبتدئين وراهم عندهم مشاركات عالميه. ما يعني مستقبل ان شاء الله مستقبل ان شاء الله راح يكون عندهم مستقبل واعد باذن الله، راح يكونوا كيما نقولوا بالك خير منا احنا هادو ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا الاحسن دائما، نتمنى يكون عندنا جيل يعني صاعد وعنده ابتكارات وعنده يعني في المجال العلمي يعني يكون حاجه كبيره ان شاء الله. يعني انت واش تنصح الاولياء، واش الميساج اللي توجهوا الاولياء اللي عندهم اولادهم هكا صغار وعندهم ميولات يعني فيغ توسكي الكترونيك وكلش؟ انا واش نقدر نقول لهم، مام اللي ما قدرش كابوب كاين اللي ما تلقاش بالك ما عندوش لي موايا باش يقدر يعاون ولادو، قال قريهم في الدار كاين الانترنت ماذا بينا نستغلوها في حاجه تفيد الامه هذه، ماشي كما نقولوا اللعب يعني كاين كلش في اليوتيوب، يعني كاين كل حاجه كاين اللي يحب يتعلم اللي ما عندوش ولا كاين الانترنت يقدر يبدا وحده ولا يجيبوه لك يجيبوه لكم بلال. مرحبا به مرحبا به. وين يقدروا يلقاوكم بلال؟ كما حنا رانا في باب الزوار في مدرسه صخريه للنجاح كما في لي باناني اكزاكتومون. في يعني حديثنا عن الدعم منصف، يعني احكي لي لاي درجه كان الدعم تاع الاهل تاعك يعني خلاك بالك تتقدم في هذا الدومين هذا؟ الدعم تاع الاهل تاعي كان عباره عن نصائح بوكو بلوس، وكانت ما كانش بيناتنا حاجز، ما كان الاولياء تاعي كي ينصحوني ينصحوا كانهم اصدقاء، ما كانش هذيك السلطه تاع الاب ولا الام يتدخل فيك وانت اختار هذا التخصص ولا دير هذه ولا دير هذه واش راح دير بها. هما كانوا يتبعوا دائما الطموح والشغف اللي عندي. مجميع عفسه نقول لهم سما انت يا راس هذه العصا، يقولوا لي كمل فيها ورانا معك. بديت فيها صغير ولا الالكترونيك؟ الالكترونيك لا لا، انا مع الاول كي جبت الباك تاعي ما كانش باينت لي مليح التخصص تاعي، ثم لحد لا قول حتى السنه الاولى جامعي ما كانش باينت لي الطريق اللي كنت راح نتبعها، كانوا عندي بزاف طموحات وما كانت حتى وحده باينه فيهم، تما واش عاونوني الاولياء تاعي اني نثبت روحي ونخير تخصص واحد اللي نقدر نكمل فيه. يعني مهما كان التوجيه تاع الاهل تاعك كان في محله، هما اللي عاونوك باش خيرت مجال تاع الالكترونيك. كانوا عندي بزاف اهتمامات متذبذبات ما عندهمش علاقه ببعضهم، تخصصات شغل متفرعه، عاونوني ان نخير تخصص اللي نقدر نطور فيه. تما تخصص ماهوش ليميتي كيما الالكترونيك، وعفسه اللي حتى عجبك تقراها وانت فرحان، ماشي شغل تقراها وانت محتمه فيها لقاتيك فيها كلش، ماشي غير وعندها مستقبل كبير يعني دوكا كلش راهو تما ماهيش مربوطه بوست ليميتي، تقدر مام تتكري عفسه واللي تقدر تنجحها بشركه ناشئه، فيكو راهم دوكا في الوقت اللي رانا فيه رانا نشوفوا بلي راهم الشركات الناشئه يتلقاو دعم كبير، تما بالدومين اللي رانا فيه نقدروا نكريو عفسه ان شاء الله ونديفلوبيو بها بنادنا. في حماس كما يقولوا، في حماس وفيها مجال مفاجاه وفيها كي تلقى دي المشاكل في دي بروجي هكذايا شغل توجور توجور تحلهم باي طريقه لازم تحلها. وشنو هو بالك لو ميساج اللي توجهه للشباب اللي كيما انتوما، يعني انت منصف ما تنحو البلاد؟ وانا ننصحهم يتبعوا دائما العفسه اللي راهم قادرين يكملوا فيها. تقدر تبدا تخصص لانك تقدر تشوف باللي هذا التخصص ناجح ولا نصائح من عند الاهل ولا نصائح من عند العائله. وانت هذاك التخصص راح تقراه ماشي عاجبك، سورتو في بلادنا شغل القرايه صعيبه. تما دو بريفيرونس تخيل العفسه اللي راح تقراها وانت فرحان بها وتموتيفيك تتمد لو بلوس اللي عندك. تقدر تبدع فيها، يعني الابداع ما عندوش حدود يقدر يكون في جميع المجالات. اكزاكتومون هذه هي. وانت بلال؟ اول حاجه نقول لهم بعد ما تتحصلوا على شهاده البكالوريا لازم ديروا حاجه اكو حابينها. باش كيما نقولوا باش تقدروا تكملوا فيها، باسكو اذا ما درتوا حاجه شغل هكذا وازا ولا قالوا لكم ديروها باش كيش راح تحبوها وراح تميتريزيوها كيما كو حابين. حاجه واحده اخرى ثاني ننصحهم بها انهم يتانتيغراو في النوادي العلميه هذوما، باسكو حيكتسبوا خبره يكتسبوا بزاف عفايس ما كانتش من قبل. كيما انا باغ اكزومبل نهضر على نفسي 3 سنين تما جازو في الجامعه ما
واش تعلمت في عامين في النادي سيلاك ما تعلمتوش ما قبل، والحمد لله يا ربي وميرسي بوكو بور لو كلوب سيلاك. وحنا نشكركم بدورنا، شكرا بلال، شكرا منصف على حضوركم معنا، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى المنافسه اللي راح تكون بالسبت ان شاء الله، نتمنى تكون ناجحه ان شاء الله يا ربي، ونهنئوا مسبقا الفائزين بالمراتب الاولى ان شاء الله. ان شاء الله يا